إذا طلاب هسه نجي ناخذ الانفيرس زد ترانسفورم. أول شي شنو هي فائدة الانفيرس زد ترانسفورم؟ إحنا شجاي شنو عندنا؟ قلنا عندنا دالة بحالة السامبلينج بدلالة الكي راح نحولها إلى دومين اللي هو كومبلكس دومين نسميه زد دومين. بهاي الحالة راح نستخدم الزد ترانسفورم. إذا نريد نحول من الزد ترانسفورم إلى الدالة أو صيغة السيكونس، يعني نريد ينطينا الدالة بالزد ويريدنا نحولها لبدلات الكي اللي هو بدلات السيكونس أو السامبلينج، بهاي الحالة راح نستخدم الانفيرس لزد ترانسفورم. الانفيرس لزد ترانسفورم حتى نستخرجها راح يكون عندنا ثلاث طرق راح نتعامل وياهن، بالإضافة إلى الطريقة المباشرة اللي هي عن طريق الخواص، عن طريق التيبل اللي ذكرناه بالمحاضرة السابقة اللي قلنا التيبل راح نستفاد منه بإيجاد الزيت وبإيجاد الانفيرس للزيت. هنا نجي بالنسبة لزيت ترانسفير، قلنا نجد الزيت انفيرس لدالة بالزمن اللي عفوا الدالة بالزيت راح نجد الاف للكي اللي هي راح تكون دالة بدلالة السامبلينج. الطرق اللي راح نستخدمها لإيجاد الزيت ترانسفير، أول طريقة هي عندنا اللونج ديفيجن القسمة الطويلة، والبارشال فراكشن اللي هي الكسور الجزئية اللي يعني تقريبا مشابه للبارشال فراكشن اللي أخذناها سابقا، والرسيجيو ميثود اللي هي الانفيرس فورمولا ميثود. راح ننهي هنا الطرق اللي نستخدمها بالإضافة إلى طريقة مباشرة اللي هي عن طريق الخواص، راح ناخذ عنها أمثلة. أول طريقة اللي هي اللونج ديفيجن القسمة الطويلة. القسمة الطويلة قبل ما نتكلم عنها لازم نعرف إنه الصيغة العامة للزيت ترانسفورم شلون تنكتب. الزيت ترانسفورم من نريد نكتبها كسميشن من الكي يساوي صفر للمالانهاية، الدالة في الزيت أس سالب كي، النتيجة مالتها إيش راح تكون؟ الإف نوت، طبعا هاي الإف نوت يمها زيت نوت، الزيت نوت يعني زيت للصفر، أي شيء مرفوع للصفر معناتها واحد، لهذا النتيجة هي فقط الإف نوت. زائدا الاف 1 للزيت ناقص 1 زائد الاف 2 للزيت ناقص 2 وهكذا نستمر. هاي الاف 1 والاف نوت والاف 2 شو تمثل لنا؟ تمثل لنا قيمه الاف للكي عندما الكي تساوي مره 0 مره 1 مره 2 مره 3 وهكذا. يعني الكي هنا تمثل لنا عدد السامبلينج، يعني هاي النوت وال1 وال2 وال3 الموجودات هنا يمثل لنا السيكونس اللي تكون الدالة موجودة عنده، اللي من خلالها ممكن نرسم الدالة إذا طلب من عندنا رسمها بحالة السيكونس. فإذا هاي الأرقام اللي هي 0 1 نوت تمثل لنا قيمة الكي اللي هي ممكن تكون 1 2 3 4 وهكذا، يعني إلى قيم مستمرة. هاي الميثود نستخدمها إذا كانت وقدرنا نرتب الدالة أو زيت ترانسفورم على شكل بسط ومقام، لأن هي عبارة عن قسمة. راح نشوف الآن شو ممكن نرتب الدالة بحالة اللونج ديفيجن. لو حددنا نستخدم اللونج ديفيجن حتى نجد التايم سيكونس كورسبوند تو فاكشن اللي هو هاي الدالة. هسا عندنا هاي الدالة نريد نجد لها زيت ترانسفورم، الاثنين زيت، زيت تربيع على واحد زائد زيت ناقص واحد زائد زيت ناقص اثنين. شو راح يكون عندنا هنا؟ أول شغلة نسويها بما إنه إحنا عندنا هنا زيت وهنا زيت، حتى نقلل من عتم ونسهلها علينا شو راح نسوي؟ راح هاي الزيت نرفعها هنا، فش يصير عندنا البسط؟ يصير عندنا اثنين زيت، زيت أس ناقص اثنين. ليش؟ لأن هاي رفعتها للمقام، من نرفعها الأس راح يصير السالب اثنين. هنا أنا شو صار عندنا؟ واحد زائد زيت ناقص واحد زائد زيت ناقص اثنين. هسه هنا شو يصير؟ هذا راح يبقى مثل ما هو، هذني عند الضرب نجمع الأسس الأساسات المتشابهة، فاللي راح يصير عندنا إنه من نجمع واحد ناقص اثنين يطلع لنا سالب واحد واللي هو هذا زيت أس ناقص واحد. هسه نجي شلون ممكن نقسم؟ إيش راح يصير عندنا؟ طبعا عندنا الاثنين زيت ناقص واحد، وهنا عندنا واحد زائد زيت ناقص واحد على زائد زيت ناقص اثنين. خلينا نشوف شلون راح نقسم.
شغلة راح طبعا هذا هو هنا خط القسم يكون عندنا، هنا هي الاثنين زد سالب واحد، وهنا الواحد زائد زد ناقص واحد زائد زد ناقص اثنين. أول شيء نسوي راح نقسم اثنين زد ناقص واحد، تقسيم الواحد جيت بيها اثنين زد ناقص واحد. طبعا الشغلة اللي لازم ننتبه لها انه الحد اللي نستخدمه هاي زد ناقص واحد، الحد اللي نخليه هنا كون من نضربه بهذا شو يسوي لي؟ يختصر لي، نختصر من عنده او نتخلص بيه من اول قيمة موجودة هنا، يعني دائما هاي ويا هاي تروح. بعدها يجينا هذا، هذا كذلك من اقسمه هنا واخذ الناتج كون من ارجع اضربه شو يسوي لي؟ يختصر لي هاي القيمة، وهكذا يعني نبقى نحاول نوصل للصفر. طبعا ما نقدر نوصل للصفر بسهولة، لهذا احنا يعني انه اذا ما نقدر نوصل للصفر ناخذ من 3 إلى 4 حدود هنا، يعني هنا 3 إلى 4 ونتوقف. فهنا من ناخذ هاي الحدود هسه نجي هاي الاثنين زد ناقص واحد في هاي القيمة كلها، ايش راح يكون عندنا؟ راح يصير عندنا اثنين زد أس سالب واحد، خلينا ناخذه هنا بهذا الشكل. فاللي راح يصير عندنا هنا انه يصير عندنا اثنين زد ناقص واحد راح نضربه باول شيء ونضربه هنا وراح نضربه هنا، يعني الاثنين زد ناقص واحد راح تصير، يعني الاثنين زد ناقص واحد راح تنضرب باول قيمة وثاني قيمة وثالث قيمة، يعني راح نضربها بالقيمة الموجودة هنا. فش راح يصير عندنا؟ يعني راح يصير عندنا اثنين زد ناقص واحد في واحد راح تطلع اول قيمة، اثنين زد ناقص واحد في هاي القيمة راح تطلع عندنا هاي، واثنين زد ناقص واحد في ثالث قيمة راح تطلع عندنا هاي. خلينا نشوف من نضربهن شلون راح تطلع عندنا النتيجة. اثنين زد ناقص واحد في واحد راح تنزل مثل ما هي، اثنين زد ناقص واحد اثنين زد أس ناقص واحد في هاي القيمة اللي هي زد أس ناقص واحد، ايش راح يصير؟ راح النتيجة تكون اثنين زد أس سالب اثنين. ليش؟ لأن عند الضرب نجمع الأسس، فإحنا لازم نجمعهن، راح يطلع عندنا اثنين زد أس سالب اثنين. من نجي هسه ناخذ شقد؟ من نجي هسه ناخذ الزد ناقص، هسه من نجي ناخذ هذا الحد هذا أضربه بالزد أس سالب اثنين، فش راح يصير؟ راح يصير عندنا زد أس سالب اثنين في اثنين زد أس سالب واحد. فش راح تصير؟ راح تصير كذلك نجمعهن، فصير عندنا اثنين زد أس سالب ثلاثة، واللي هو عندنا هذا الحد. فهذن اللي تنتبهونهن إنه من نضرب راح يصير عندنا الأس يزيد واحد، إذا كانت الإشارات للأسس متشابهة. فهسه بعد ما توصلنا لهذا الجزء هنا، بعد ما توصلنا هنا لهذا الحد، إيش راح يصير؟ هاي وياها راح تختصر. ليش؟ طبعا هنا اذا ما تذكرون هاي طبعا هنا الاشارات لازم تصير بالعكس، يعني اذا كانت اشارة موجبة تصير سالبة، هاي اشارة تصير سالبة وهاي كذلك سالبة، فراح تصير عندنا هاي موجبة وهاي سالبة، هاي وهاي تختصر، يعني هنا خلينا نقول بالطرح، وهنا هاي راح تصير تنزل اثنين زد أس سالب اثنين، وهنا راح تصير سالب اثنين زد أس سالب ثلاثة. الخطوة اللي بعدها هنا ايش راح نسوي؟ الخطوة اللي بعدها راح يكون كالآتي، الخطوة اللي بعدها هسه راح نتعامل ويا هذا الجزء فقط. عندنا اثنين زد أس اثنين تقسيم واحد شقد راح تبقى؟ راح تصير عندنا سالب اثنين زد أس سالب اثنين، لأن يعني هذا الرقم راح نقسمه على واحد، يعني سالب اثنين زد أس سالب اثنين تقسيم واحد، فهي معناتها هذا راح يبقى نفسه. فبهاي الحالة معناتها البسط هنا القيمة اللي راح نضرب بيها راح تكون اثنين زد أس سالب اثنين، هاي كذلك راح أضربها بهاي القيمة وأضربها هنا وأضربها هنا. من نضربها بالواحد راح تنزل عندنا هاي، من نضربها بالاثنين راح تصير عندنا اثنين زد أس سالب اثنين في زد أس سالب واحد، إيش قد؟ راح تصير عندنا اثنين زد أس سالب ثلاثة اللي هي هاي،
من نضربها في زد أس سالب 2 إيش قد راح تصير؟ راح تصير زد أس سالب 2 في زد أس سالب 2 راح تصير عندنا زد أس سالب 4. زين، يعني راح تنزل مثل ما والكونستان طبعا لا ننسى انه دائما عندنا 2، يعني هاي هنا 2. هسه هنا ايش راح تكون الخطوه اللي بعدها؟ راح نبدي نصفي بهذني. شلون نصفيهن؟ هاي وياها تختصر، هذا كذلك راح يصير بالطرح، يعني تختلف الاشارات، وهذا ويا هذا كذلك راح يختصر. فراح نلاحظ انه بس هذا راح يبقى لنا، راح نقدر نكمل بنفس الطريقه. احنا هسه هنا انا خلينا نتوقف، ليه انا راح نتوقف؟ شنو طلع عندنا هنا؟ هاي القيمه راح نجي نكتب، ها هي الاف اوف الزد. نجي نقول الاف اوف الزد يساوي 2 زد اس سالب 1 ناقص 2 زد اس سالب 2 زائد 2 زد اس سالب 4، ولو مستمرين راح كذلك نبقى نستمر. هسه احنا كنا ناخذ 3 او 4 حدود ونتوقف اذا ما وصلنا. اذا هنا طلع لنا 0 معناتها بعد نتوقف، واذا ما طلع لنا هنا 0 راح نستمر لحد ما يطلع لنا هنا بالناتج يطلع لنا جياد، يطلع لنا 3 الى 4 حدود ناخذهن ونكمل الحل بيهن. هسه هنا ايش راح يكون عندنا؟ اللي راح تكون عندنا هي الاف اوف الزيت. الاف اوف الزيت راح نقارنها بالشكل اللي كتبته قبل شويه، من قلنا الاف اوف الزيت من نفتحها راح تكون الاف نوت زد نوت اف 1 زد اس سالب 1 اف 2 زد اس سالب 2 وهكذا. هسه شنو؟ هسه نقارن، نقول الزد نوت هنا موجوده؟ لا، اذا الزد نوت ما موجوده معناتها الاف نوت قيمتها صفر، لان احنا ايش عندنا؟ عندنا اف نوت في الزد نوت. اذا كانت الاف نوت صفر في الزد نوت، اذا صفر في زد نوت يعني هاي كلها راح تروح، هو هذا الشيء حاليا شفناه هنا الزد نوت ما موجوده، فاذا هاي صفر معناتها الاف نوت من اقارن هاي ويا هاي نقول بالمقارنه معناتها الاف نوت صفر، اذا هاي الاف نوت صفر نكتبها كسيكونس بين قوسين وبيناتهم فارز، فمعناتها يعني انه الكي قيمتها صفر هاي الحالة، يعني بول صفر الدالة قيمتها صفر. زين، الاف وان هي الشيء اللي موجود يم الزت وان، يعني الاف وان الزت مال الخاصة بها هي زت وان، الاف تو اللي يمها هي زت تو، الاف ثري يمها زت ثري وهكذا. فسنجي الاف وان، انتبهوا لي هنا، الاف وان من اقارن هنا الاف 1 2 شلون عرفتها؟ لان الزت 1 هي تكون يعني خلينا نقول تكون وياها بنفس القيمه، ايش قد قيمتها؟ 2. الاف 2 مع المقارنه راح تكون قيمتها سالب 2. الزت 3 اذا نلاحظ هنا ما عندنا شيء اسمه زت 3، ما موجود زت 3، ما دام ما موجوده فشنو معناتها؟ معناتها نفس الشيء من حكينا هنا، معناتها الاف 3 قيمتها صفر، فلهذا صاير صفر في زد اس سالب 3 فيساوي لنا كله صفر. من يساوي لنا كله صفر؟ يعني ما مذكوره، وهذا هو الشيء اللي وجدناه هنا انه هي ما مذكوره، فاذا معناتها الاف 3 قيمتها صفر، وهكذا من نكمل الى باقي السيكونس. فبهاي الطريقه احنا هسه شو وجدنا؟ وجدنا الاف، هاي شو نسميها؟ هاي الاف اوف الكي، وهاي القيمة هي قيمة الدالة الاف عندما كي تساوينا مرة 0 مرة 1 2 3 4 وهكذا، هاي قيم الدالة. خلنا ناخذ مثال اخر عن زد ترانسفورم. المثال الثاني هنا يريد من عندنا ايجاد الانفيرس زد ترانسفورم، بس هالمرة ما محددنا باللونج ديفيجن، فاحنا هذا الشيء نعرفه مباشرة من خلال انه عندنا بسط ومقام. فزد ترانسفورم هنا منطيني اياها، منطيني 4 زد على زد ناقص 1 الكل تربيع. فشنو نسوي؟ اول خطوه نسويها راح نفتح التربيع حتى نقدر نتعامل وياها بسهوله اكثر. راح نفتح التربيع بهاي القانون، بعدها من فتحنا التربيع ايش راح ناخذ؟ هسه نبدي نشوف اكو يعني اكو اختصار نقدر نختصره لو لا. اي اكو، هاي راح نرفعها للبسط مثل الخطوة اللي وضحناها بذاك المثال، راح يصير عندنا زد اس ناقص 1. هسه صارت الدالة سهلة مثل ما نشوف هنا،
صارت الدالة سهلة ونقدر نتعامل وياها. شلون راح نتعامل وياها؟ عندنا أربعة زد أس سالب واحد تقسيم هاي الدالة. نفس الشي راح نقول أربعة زد ناقص واحد تقسيم هذا الجزء كله. الأفضل إحنا ليش جاي أقول تقسيم واحد؟ ليش؟ لأن أنا أريد القيمة اللي ممكن تلغيها، اللي ممكن تلغي لي هذا. فالجد القيمة، القيمة هي أربعة زد أس ناقص واحد. هاي راح نضربها، يعني راح نسوي نفس الخطوات، راح نضربها بكل الأجزاء. راح يطلع عندنا أربعة زد أس ناقص واحد ناقص ثمانية زائد أربعة. الدالة هاي كلها نقول بالطرح أو نقلب الإشارات، أو ممكن نقول نضربها كلها بسالب واحد. يعني هاي دائما الإشارات مال هذا الجزء اللي يطلع لنا هنا دائما نقلبها، الموجب يصير سالب والسالب يصير موجب. هاي دائما يعني أي جزء هنا يطلع لنا نقلب الإشارات الخاصة به. بعدها إيش راح يصير؟ هاي راح نختصر، هذا راح ينزل طبعا بس الإشارات تختلف. هذا نفس الحالة راح نقسمه على هذا المقدار، راح يطلع لنا ثمانية زد سالب اثنين، راح نضربه بهذا الجزء كله وراح تطلع عندنا هاي النتيجة. هذا الجزء راح نضربه في سالب واحد، أو نقول نقلب الإشارات الخاصة به، ونختصر ونكمل على نفس الخطوات. بعد ما نكمل طبعا احنا نتوقف، يعني ثلاث أو أربع حدود ونتوقف. من نتوقف هسه شو يطلع عندنا؟ طلعت عندنا هاي الدالة. هاي الدالة كذلك راح نقارنها بالصيغة الأساسية. راح نلاحظ انه الزت الاف نوت ما موجودة، فاذا قيمتها صفر. الزت وان اللي قابلها قيمة الاف وان، والزت تو قيمة الاف تو، والزت ثري قيمة الاف ثري، وهكذا. من يريد من عندنا نرسم، من يريد من عندنا رسم الدالة، هاي الدالة شلون نرسمها؟ احنا عندنا قلنا هذا هو عبارة عن سيكوينس، عبارة عن سامبلينج. شلون نرسمه؟ نرسمه كالآتي. خلينا ناخذن هنا ونرسمها. هاي عندنا ال FK، هاي عندنا ال FK، يساوينا سيكوينس 048 048 12 و16. من نريد نرسمها قلنا هاي طبعا هاي الكي تساوي لنا 0 1 2 3 4. يعني عندما الكي تساوي 0 هاي قيمة الدالة، عندما الكي تساوي 1 هاي قيمة الدالة، عندما الكي تساوي 2 هاي قيمة الدالة، عندما الكي تساوي 3 هاي قيمة الدالة، وهاي الكي تساوي 4. من اجي ارسم راح نرسم هذا الشكل. هاي هذا يمثل لنا الكي، وهاي يمثل لنا الاف اوف الكي. هسه شو يقول لي؟ يقول لي عندما الكي هاي 0 هاي 1 هاي 2 هاي 3 هاي 4. قيمة الدالة راح تكون شنو؟ بالزيرو ما عندنا اي شيء، اذا هي راح تكون مجرد نقطة بالزيرو. بالوان قيمتها 4، هاي هنا طبعا هم عندي قيم، مثلا عندي خلينا نقول هنا 4 و8 و12 و16. فنانا قيمتها بالواحد 4، قيمتها بالثانية نشقد قيمتها 8، بالثلاثة شنو قيمتها؟ قيمتها 12، بأربعة شقد قيمتها؟ قيمتها 16، قيمتها 16. إذا نستمر مثلا بالخمسة وهكذا. فإذا الدالة اللي نرسمها لازم تكون عبارة عن سيكونس، لازم تكون بشكل السامبلينج، لأن إحنا من البداية قلنا الزيت ترانسفورم ما تتعامل إلا ويا السامبلينج دات. نرجع لهنا، هذا هو الكي اللي هو 0 1 2 3 وهكذا، وهاي قيم الاف اوف الكي. فاحنا هاي اللي نستخرج هنا، هاي القيم اللي هنا يمثلين لنا هذا الـ هذا الـ هذا اللاين، يمثل لنا القيم الموجوده على هذا الخط. اما هاي، هاي شلون هاي احنا نكتبها من يمنا؟ يعني نقول الكي تساوي 0 1 2 3، هاي ال0 هاي ال1 هاي ال2 هاي 3 هاي احنا نكتبها. لو نجي هسه ناخذ هنا، هاي عندنا طبعا ذني مطالبين بيها، الافكار الموجوده هنا مطالبين بيها. هذا عندكم الهوم وورك الاول، اول والثاني والثالث، ذني مطلوبه من عندكم تحلوها.